الهاتف الاقتصادي للألعاب من تكنو يجي بتصميم موجه للألعاب من ناحية الغطاء الخلفي بشريط من الليد بجانب الكاميرات اللي هي الأساسية راح تكون عند 108 ميجا بيكسل واثنين للعزل، أما الأمامية حتكون 32 ميجا بيكسل مع فلاش ليد لتصوير السيلفي. الهاتف مزود معالج من دامسي الاقتصادي 6080 مصنوع بتقنية 6 نانومتر ومكافئ تقريبا لكوالكوم 685، لكن بالرغم من هذا المعالج الاقتصادي بإمكانك الشغل بعض الألعاب بكل سلاسة بدون مشاكل حسب ما ذكرت الشركة بسبب الحفاظ على الحرارة من خلال طبقات التبريد والتمديد، إلى جانب إضافة تقنيات تخص اللاعبين وهي تقنية الشحن المباشر مع وضع البطارية في وضع الخمول، يعني تزود المعالج بالطاقة مباشر من الكيبل. الهاتف مزود ببطارية عند 6000 ملي أمب وشحن راح يكون عند 70 واط واللي يشحن تقريبا خلال 50 دقيقة لكامل البطارية، وتقدر تحصل خلال 50 دقيقة أو 20 دقيقة 50% من البطارية. ذواكر هذا الهاتف راح تكون عند النوع DDR4X عند 12 جيجا بايت، وبإمكانك افتراضيا توصلها لغاية 24 بأخذ من التخزين اللي نوعه راح يكون UFS 2.2 ويوصل لغاية 256 جيجا بايت. سعر هذا الهاتف تقريبا 330 ألف دينار للنسخة المذكورة واللي هي 12 256 جيجا بايت. لذلك انطينا رأيك ولا تنسى اللايك والمتابعة.